انت الان مستقر مع فريقك، وهناك ايضا مدرب جيد مستقر مع نادي الزمالك جوزيه جوميز، ولكن لو سالتك ولو في المستقبل البعيد، هل تتمنى مره اخرى ان تدرب نادي الزمالك؟ الان انا لدي مهمه اخرى مع نادي واركز معهم، وفي هذه اللحظه انا مشجع للزمالك، ولكن على المستوى الاحترافي أنا أود دائما كما قلت أنا ولكني مشجع فقط الآن للزمالك، وهذا هو موقعي، وأشجع وأدعم كل المديرين الفنيين الذين يعملون في الزمالك. بالنسبة لي أمنيتي هي أن أرى الزمالك في استقرار، وأن يصنع تاريخا كبيرا في المستقبل.